اهلا بيكم اصدقاء. معنا النهارده نموذج جميل، استكتنا الجميله رغم بترعى السجاير بإرادة قوية بتواجه الاعاقه والتحديات بشجاعه وعزيمه واصرار. استكتنا الجميله بالطرف الصناعي الخاص بيها قدرت تتغلب على الاعاقه وتواجهها بكل شجاعه وعزيمه واصرار. اصدقائنا من ذوي الاراده مهما واجهوا من صعوبات وتحديات، قوة إرادتهم وعزيمتهم بيتغلبوا عليها. سلاحهم في الحياة الصبر والإيمان بقدرتهم الخاصة. تطور صناعة الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية ساعدهم كتير في تخطي هذه الأعاقة، بجانب قوة إرادتهم وعزيمتهم وإصرارهم على تخطي